ايه اللي حصل يا استاذ محمود؟ اللي حصل ان يوم الخميس الساعة 6:10 فجرا، انا اساسا متعود ان بيجي الباص بتاع المدارس الاجنبية للولاد بنزل بيهم او والدتهم بتنزل بيهم عشان توصلهم. جرت العادة ان بنزل بالعربية بستنى في العربية عشان الرطوبة ودرجة الحرارة بتبقى منخفضة. عبال ما بيجي الباص بتاعهم بركبهم ويتكلوا على الله على المدارس بتاعتهم بيرجعوا تاني بعد كده. دي الدورة اليومية بتاعتهم. في اليوم المعتاد ده الساعة 6 كانوا الولاد لابسين وجاهزين، خدت ياسين ونزلت على باب الشقة وكانت إسراء مفترض ان هي هتحصلنا يعني تنزل ورانا. فجأة لقيت انفجار مدوي. ده بعد ما نزلت ولا وانت نازل؟ واحنا على السلالم. وانت على السلم؟ فانا ما جاش في دماغي من العربية، لان كان في حادث تفجير قبليها باسبوع على برج ضغط عالي كهرباء على اطراف المدينه من الظهير الصحراوي بتاعها. فاعتقدت للوهله الاولى ان عمل ارهابي زي اللي بيتم في ففوجئت لقيت طبعا انا رهبه الموقف وقوه الانفجار ودويها في وداني خلاني مش فاهم ايه اللي بيحصل. فدخلت عيال الشقه ورحت نازل على الشارع. اول ما نزلت الشارع فوجئت لقيت الناس الحق يا استاذ محمود ده عربيتك متفجره، فردتين من ورا متفجرين، التانك متفجر. لفينا حوالين العربيه. جه اول النار مولعه فيها؟ لا ما كانش فيه نار، تفجير فجر التانك لان ما كانش فيها بنزين. يعني البنزين اللي كان فيها ضئيل جدا. الصوره بتاعتها واضحه حتى على دي المقدمه، دي المقدمه بتاعت العربيه. انطلقت لاسم الشرطه، فوجئت لقيتهم بيسالوني سؤال الطبيب اللي بيبحث عن طبيب. في صوت تفجير. قلت لهم ايوه عربيتي اتفجرت، فحضرتكم اتفضلوا ننتقل للمكان ونشوف الدنيا فيها. وانا في قلب القسم لقينا تفجير مدوي اشد من التاني. رجعت للمكان فوجئت لقيت الناس ملفوفه حوالين العربيه والمنظر مأساوي، العربيه متدمره وناس تصوت وناس تهلل، وانا واقف في حاله ذهول مش فاهم ايه اللي حصل. ليه السؤال اللي انا بطرحه ليه؟ انا مين في المجتمع المصري؟ انا مواطن عادي ليس لي انتماء سياسي لا مع سين ولا مع صاد، بميل باخلاقياتي وبمشاعري الطبيعيه زي اي مواطن مصري. يا استاذ يا فندم، وحتى لو لك انتماء سياسي او فكره يعني على فكره اقول عليك حاجه يا استاذه منى، دي مش اول حادثه محاوله اغتيال، دي تاني حادثه. وانا وصل بيا الامر ان اكدت ان يجي لي شيء من في علم النفس بيقولوا انفصام الشخصيه، ان انا اصدق ان انا بكون ركن من الاركان الاساسيه في المعترك السياسي.